السلام عليكم. أنا جاري حسان المعيد من الصاقة، أصبت في مدينة نصرات بجوار هنا في التأمين. أتيت إلى بريطانيا أيام 7/1 ودرت في مانشستر نفس الزوم روبا. كان المسؤول علينا في استقبالنا الدكتور يونس بزلة ومع جمعية ليبيا للمساعدات الإنسانية من المتطوعين محمد بشيش وعادل القراري. أتينا للعلاج، والعلاج طلبنا الفحص تام. لما أخذنا السفير محمود النكوع والسيد عبد الرزق الشليبر والسيد رجب الكروات طلبنا علاج تام فحص تام. بس الشديد يعني ما صار شيء من الكلام هذا. روحونا لبريستول دكتور فيرجس جيبسون ويطلع الألم اللي عندي في بطن أصابعي، شاف الإحساس قال لي ممكن قبلك عملية نسيت من تركيب أصابع الكرونية. بعدها قال لي دار لي عملية تعجيز، قال لي تم تركب أصابع الكرونية اضطر لعملية بطن أسبوعين أخرى. طبعا رفضت، خلينا مع الأذن على الشظية، تجاهل الأمر تجاهل تام، كأننا جانا تركيب أطراف صناعية فقط. الشظية مسببت لي برنامج دواخ مأثرة على أعصاب الأذن. السيد عادل القراري والسيد محمد بشيش دايما الناس متطوعة أساسا، كل ما نقول لهم ناخذوا حقنا من السفارة ونقدموهم على العلاج والكورسات في زيارة السفير لنا زيارة العهود والعهود، نقول احنا يجيبوا لكم حقكم. المنحة ما تجيش، فيش منحة جت في وقتها، كل اللي نجيب عم يتم أسبوعين بغرض فكرة انك ما تمشيش للسفارة ويمشوا هم يجيبوا المالية. بذلك شيء كان السفارة كأنهم مسيطرين على المجموعة تاع الجرحى ماشي أمورهم. قام بفتنة بين الشباب داخل، أنت ونصبت وأنت عين وأنت عين، هذا كتايب وهذا يا حرقة شات وهذا حوادث. أصبحوا الشباب في بعضهم، خلونا لاهين في بعضنا. فكرة النظام السابق فقط تصل يا أختي. للأسف الشديد وقف علي العلاج يوم 21/4. الدكتور فيرجس جيبسون أعطاني يد لفص، جماعة الأصابع كلهم سكدوهم، الوحيد ممكن طولت معاهم شوية يعني شباب مواليد التسعين مشوهم على السريع. اليد حتى التجميلية ما تجيش، اليد حتى التجميلية لا تأتي. المهم بعد ما وصل السيد محمد بشيش وعادل القراري للمكتب ويونس بطلع، الدكتور يونس بطلع رافع يده ذاك الوقت من علاجنا، وصل المكتب قال هذا العلاج ليلي انك تاخذ القلفز والشد يدي عدي عالج عليها في ليبيا. وهذه طبعا لو شدي عادية في اي مكان مفيش مشكلة، لكن شدي زي على اعصاب الودن تسبب لي في دواء. كنت ثاني نقعد بنص ساعة مرات نقعد راقد على الارض باش نصبي، تنزل الودن في مادة. تجاهلون الموضوع تجاهل تام، انت جاي هنا باش تدير طرف صناعي فقط، بينما الورقة اللي يعطي منها معناتها جايين علاج تام جميع اصاباتنا. أشخاص ديما توا وصلوا للمكتب ويحاولوا كيف يسفروني أنا والشخص الثاني، الوحيدين اللي ندوا مصابين في شهر 3، نتكلموا عن حق ما نسكتوش، ما نقولوش باهي حاضر نعم، عارفين إن عندنا حق في الشيء هذايا، معناش مضروبين ما تعددهم مضروبين بالغلط، فصل الجبهة مضروبين والحمد لله رب العالمين. أصبحت المشكلة شخصية، نلقى روحه بينا إحنا الشخص اللي أمامكم والشخص مفتاح المحجوب. نلقى روحه بينا عسبها أثرهم الشمشرة ويتحولوا من الكراسي لوصلوها في السفارة. وعطوني تذكرة يوم ورجعوني للعلاج يوم 20/5 بعد ما شفت الدكتور ميور تحويل دير العملية، وما نضمنش نتحول ألم كليا، لكن نسبة 100% تجميلية لليد ونسبة 70% تحول الألم. طبعا تجاهلوا ودسوا أيها التقارير. نيجي أتيتم يوم لا إله إلا الله 30/5 شهد على الدكتور عبد الرزق الشليبك، فجأة جاب لي التقرير قدامي، قلت لاني التقرير نطلب فيه متاع الدكتور ميور ونقول له ما وصلناش. الدكتور ميور نطلب منه في التقرير ما يعطينيش فيه، ما يعطيناش، ما يردش علينا. قال لي لا فوت أنت، قال لي بتدير العملية وبتروح. قلت له كيف؟ قلت اليد حتى تجميلية ما تجيش، يطالب في قبل صوبة الكرونية لكن دير لي حتى يد تجميلية.
ما رفضت. يوم 21/6 أعطوني تذكرة مغادرة من تذكرة مغادرة من بريطانيا لليبيا. أخذت التذكرة، أخذت منهم باقي المال، وذلك تمشيت حالي. وهذه يوم درت العملية يوم 3 لا إله إلا الله تاريخ 3/7/2012. الدكتور ميور راس الفندق الذي كان مقيم به صديقي والفندق، هاتفنا بالتليفون، أتيت الفندق أخذت منه الأوراق يوم 24/6 بعد موعد المغادرة. عندي فحص، عملت فحص يوم 28 ويوم 3/7 قمت بالعملية بفضل رب العالمين. حاليا متجاهلين الأمر، حسب الله نعم الوكيل في أعضاء السفارة والمكتب الصحي عبد الرازق شليبك ورجب كروات ومحمد بشيش وعادل القراري، طبعا خدموا جماعتهم. بالنسبة لعادل القراري يخوتها دي ما خدموا، ما شاء الله سواقين ورب يزيدهم سواقين ومترجمين ومشت أمورهم 100%. حاليا حرب ما رسمي حطينا في راسهم، نحن ندعو عليهم ما نستكمل. حسنا الله نعم الوكيل.